أهلا بكم. الحقيقة قبل رمضان على طول وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبر في منتهى القسوة. أطباء من دولة عربية، يعني للأسف هم أطباء من دولة عربية، طبعا يعني جنسيتهم لا يعني تسيء إلى بلدهم، بلدهم أعرق وأعظم من كتير من اللي عملوه، لكن الفيديو اللي في وسائل التواصل الاجتماعي كان مضمون أنهم بيسخروا من مريض تحت تأثير المخدر أثناء جراحتهم له. هذا أمر بعيد كل البعد عن المهنية الطبية، بعيد كل البعد عن الضمير الطبي. الطبيب الحقيقي بيحترم مريضه وهو صاحي، بيحترم مريضه وهو مخدر، بيحترم أدمية المريض، لا يمكن يسخر منه، لا يمكن يستهزئ به. ولكن اللي يعني أثر فيه نفسيا هو نشر هذا الفيديو. هذا من المساوئ التي لا ينبغي نشرها، لكن أنا تحدثت فيه لأن أنا عايز أقول للجيل الجديد من الأطباء، لن تكون طبيبا ناجحا أبدا، ولن تكون طبيبا يعني يقف بجانبك يد المولى عز وجل وتدعمك وتقف وراء نتائج الخاصة بك، لأنه لا تعتقد يا شاب يلي لسه بتبدأ حياتك الطبية إن شطارتك هي المقياس الوحيد. عناية ربنا أهم من كده بكتير جدا. انت ممكن تكون مذاكر كويس جدا وفاهم كويس جدا، لكن إنك يعني ما تكونش رغم شطارتك تكون لازم نكون عندنا ضمير مهني كبير جدا، ولازم يكون هذا الضمير المهني أهم صفاته هي الرحمة والعناية بمرضانا، مش الاستهزاء بهم أو الاستخفاف بمشاكلهم أو ألامهم، وطبعا أكيد مش الاستخفاف بهم أثناء ما هم مخدرين. هذا أمر حبيت أتكلم فيه رغم إن استنكاري له واستغرابي الشديد له. خليكم دايما فاهمينه، وخليكم مع الدكتور والناس الحلوه.